خبر اولي عدى عن دايلر يا حبايب وصول حسابه بالانستغرام ل 3 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك احبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايب ان تباركوا لي بالكومنتات على هذا الانجاز. ننتقل حاليا شيرين بيوتي يا حبايب، وتنزل الصوره ابوها تقريبا اول مره، فنزلت هذه الصوره كانت بابوها عمره 6 سنين كيوت طالع لابوه، والصوره الثانيه يا حبايب حاطه صورته وهو شاب وكاتبه كان مدمر قلوب الصبايا. فاكتبوا لي بالكومنتات شو رايكم بالخبر. وننتقل حاليا اسامه مروي يا حبايب، واعلان انه راح يتزوج بعام 2022، فنزل هذول الستوريين يا حبايب، كاتب بعام 2021 هو كان وحده، وبعام 2022 راح يكون وياه بنيه، وكاتب انتم بدكم وانا. فاكتبوا لي حبايب بالكومنتات هل تتوقعون اسامه مروي ممكن انه هو يتزوج بعام 2022 او لا؟ ننتقل حاليا لمفاجاه اليوتيوبر، اول شيء اللي هو سيام الدشهد يا حبايب، تنزل لهم هذا الستوري، قالوا اليوم راح ينزل فيديو الولاده، ولكنهم حددوا الوقت، طبعا ابنهم هو الولد. طبعا ان شاء الله الف مبروك، كتبوا لي بالكومنتات متحمسين. وبالاضافه يا حبايب نور ستار اللي نزلت هذا الستوري كاتبين هاللمحين شنو راح يكون الفيديو الجاي، قالت راح يكون مفاجاه. فاكتبوا لي بالكومنتات شو تتوقعون راح تكون مفاجاه، هي عباره عن اغنيه او لا؟ اكتبوا لي بالكومنتات. وبالاضافه الاصاله يا حبايب اللي نزلت هذا الستوري تقول بين هي كلش متحمسه انه ترجع الفيديوهات الطبخ ان شاء الله ابتداء من عام 2022، طبعا ترجع قناتها. فاكتبوا لي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. ننتقل حاليا السفر اليوتيوبر يا حبايب اللي هو انس الشايب، نزل هذا الستوري كان يسوي فحص الكورونا مثل ما شايفين، وكاتبين وين تتوقعون راح اسافر. نفس الشيء يا بيسان اسماعيل هم راح تسافر، هم كان يسوي فحص كورونا. وبالاضافه يا حبايب اسامه مروه اللي هم كان يسوي فحص الكورونا اللي هو اكيد راح يسافر. اكتبوا لي بالكومنتات وين تتوقعون راح يسافرون هذول اليوتيوبر. ننتقل حاليا لامراض اليوتيوبر يا حبايب، اول شيء اللي هو شيرو اللي نزل هذه الصوره من الواضح انه هو مريض، وكان كاتب عليها ادعوا لي مكرونة فضل شيء يا رب. بالاضافه الى كريستينا يا حبايب نزلت هذا الستوري كاتبه حرارتي طالعه، طبعا نصيحتنا لكريستينا انه هي تلبس على مود حرارتها تنزل. وبالختام يا حبايب بث نور ستار بهذا البث اللي كان وياها حبيبها، الحسن ما عرفنا انه حبيبها طلع اردني، وبنفس الوقت يا حبايب حبيبها اعترف لها انه هو يحبها، وشوف رده فعلها على انه هو اعترف لها. واضح من كلامهم قال انه راح يتزوجون وما ادري شنو، راح احط لكم الستوريات مقاطع شوفوها. اذني انا طلبت لك، ما بدي قهوه ما تشربي خلص. والله يا هذا مصيره اللي بيصادق اردني، اقسم بالله طلبت لك وتشربي تشربي ما تشربي خلص لا لا تشربي هيك دغري. ها دغري شو تسأل؟ انت بتحبني؟ عم بيقولوا انت بتحبني، كله عم بيقول انت بتحبني. ليش هيك بقوله؟ ما بعرف شكله محسن من صوتك. والله قال صوتك في حنيه ودفء بيدل على انك بتحبني. انا بحبك. شنو هالحب؟ شو توترتي؟ بتحبني حب اخوي؟ حب اخوي طبعا، ولا شو يعني؟ منين نور this life is getting worse. يا بنين صح والله. دقيقة انت ليك نحن نشتغل سوا بعدين بنحب بعض ونتجوز. قررتي يعني؟ شو انت لازم تنتبهي على الكلام. وبس والله حباب نصات المقطع من مقطع جبكم، فجروا مطب لايكاتي وبس جنكم فجزي مقاطع القصص. احبكم، مع السلامة.